اسال الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في الجنه. الله اكبر. شيخ بدر احسن من هذا الكلام الله اكبر اللي قلته كلام ربي سبحانه وتعالى. كلام الله في القران. الله اكبر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقول ربي سبحانه وتعالى له معيشة ضنكا. الله أكبر. شوف السكينة كيف نزلت، شوف الطمأنينة كيف، شوف كلام الله سبحانه وتعالى الذي لو نزل على جبل مو على قلب، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. منصور، من الفائز يا منصور؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في فوز يا منصور، فريق فاز، فلان فاز، لكن في فوز كبير، فوز عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أكبر. ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. أخوان سمعتوا الفوز الكبير؟ الفوز الكبير فين؟ الفوز الكبير لما تدخل الجنة، لما تطيع الله. تدري لما تهزم الشيطان؟ ترى يا شباب احنا في أكبر مباراة، بس تدرون مع مين؟ مع فريق الشياطين وزعيمهم إبليس الذي أعلن التحدي. تدري إبليس إيش قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن مين الفائز فينا؟ يقول الله من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شيخ بدر، الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده في القرآن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لا
لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اللاعب إبراهيم الحلو هذا اللاعب لاعب المنتخب كان يلعب في الفريق في الحي اختاروه في النادي وشارك في المنتخب وشارك بطولات خليجية بطولات عربية بطولات آسيوية شارك في كأس العالم في بعد كأس العالم شيء خلاص وصل إلى كأس العالم يوم من الأيام ولد عمه قريب له مات من الشباب وراح يدفن ويؤدي الواجب وفعلا راح المقبرة وجاء قدام القبر وشاف القبر وشاف ولد عمه اللي في عز الشباب دخله القبر وجلس مع الناس يدفن قاعد يحاسب نفسه قال الآن مين بينفعني لو دخلت القبر هل الجمهور ذا كله بينفعني والله ما ينفعني إلا عمل الصالح ويعلنها إبراهيم الحلو التوبة لله والآن داعية إلى الله ومغسل أموات في الرياض في مغسلة الراجحي والله سووا معاه مقابلة في الجريدة أنا قرأت هذه المقابلة والله يقول يا شباب كنت أشوت الكرة برجلي الآن أشوت الكرة الأرضية كلها برجلي تكبير الآن أشوت الدنيا كلها برجلي الله أكبر لأنه يريد جنة عرض السموات والأرض يريد الفوز الحقيقي الفوز العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. شيخ بدر إبراهيم الحلوة علم حقيقة هذه الدنيا الله أكبر إنما هي دار ممر ليست دار مقر علم قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تدري ختم الله عز وجل آية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. الله يا منصور الفائز الحقيقي ها اللي يصلح العلاقة مع الله الفائز الحقيقي اللي يطيع الله ورسوله الفائز الحقيقي اللي يحافظ على الصلاة الفائز الحقيقي اللي بر الوالدين الفائز الحقيقي اللي يعرف الله عز وجل إيش خلقه. الآن يا شباب بوريكم فائز في هذا العرض فائز فوز عظيم شاب بطل زي وزيكم فاز فوز عظيم يا شباب تدرون بيش الآن أوريكم العرض شوفوا الفائز هذا الشاب البطل اللي عرف حقيقة الحياة ويبغى يفوز الفوز الحقيقي ومو يشيل كاس لا يريد أن يحمل التاج يوم القيامة ويلبس والديه ما هو ميدالية يلبس والديه تاج الوقار وحلة أعظم من هذه الدنيا كلها. هذا الشاب اسمه مشعل زي وزيك شاب بطل عرف الحياة وهذا الشاب البطل قرر انه يحفظ القرآن. يا اخوان بدأ من قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل والله احد وختم الآن واصل سورة البقرة آخر صفحة من شدة الفرحة والله بكى. نشوف واحد يفوز لما يبكي فريقه يفوز لكن شوف هذا الآن يبكي ليش والله ما يقدر يا شباب والله العظيم بالقوة كمل السورة لأنه فرحان إنه بيختم القرآن. شوف الآن هذا مشعل شغل يا شيخ وقدم وشوف آخر صفحة الآن آخر صفحة في القرآن الله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الله أكبر آخر الدقائق ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله خلاص الآن آخر الدقائق ويحقق هدف الفوز هذا هدف الفوز والله يا شباب شوف فرحان
ايش اللي بكي سؤال ربنا ولا تحمل الله اكبر الله يبكي من الفرحة فرحة الفوز ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله اكبر وعفو عنا تخيل نفسك مكانه يا شيخ كل واحد فيكم بالله يتخيل نفسه أصغر مني ومنك يا شيخ والله نقدر كلنا بس ضيعنا أوقات كثير ضيعنا حياتنا والله ضاعت الأيام فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا شوف الناس ينتظرون متى يحقق الإنجاز الكبير والفوز العظيم يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا الله أكبر يا الله يا مشعل الناس ينتظرون الآن متى تحقق الفوز الكبير الفوز العظيم بختم كتاب الله أنت مولانا باقي كلمة خلاص ويختم كتاب الله الله أكبر هنيئا لك والله يا مشعل أنت مولانا الله أكبر الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير الله أكبر ويختم كتاب الله مشعل الآن ختم القرآن ويذهب إلى القبلة ويسجد سجود شكر لله على ختم كتاب الله الله أكبر ختم القرآن يا شباب لا إله إلا الله هنيئا لك والله يا مشعل هذا الفوز العظيم هذا الفوز الحقيقي والله شباب الله أكبر والله نتمنى شبابنا كلهم زي يا شيخ والله نتمنى الشباب كلهم يحفظون القرآن ويحققون الإنجاز العظيم والفوز العظيم لما تختم كتاب الله شوف الناس كيف يفرحون يهنئون ويباركون يا شبابنا تكفون الشباب من اليوم نبغى الإنجاز العظيم يتحقق صفحة جديدة الليلة تقدر تحقق الفوز كيف؟ ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم قولوا آمين أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم أسأل الله أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة أخيرا يا منصور إلهي يا أخواني الله سبحانه وتعالى يريد منا أمر من يحقق الآن البطل مراد الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل الله جل وعلا يريد منا أمر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يا غالي أنت مع من؟ أنت مع الله؟ وتعمل بأمر الله أم تعمل بأمر أهل الشهوات والمنكرات والمعاصي أنت الآن في خيارين إما أن تعمل بمراد الله ويحبك الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين